شيخنا حفظكم الله تعالى، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب؟ واضح أن هذا فيه النهي عن كون الإنسان يسافر وحده، لأنه يتعرض لأخطار، يتعرض لمرض، يتعرض لأعداء، يتعرض لعطال السيارة أو عطال الدابة التي يحمل عليها، ربما يتعرض للهلاك إذا صار وحده، تعرض لسباع، لوحوش، هو على خطر، السفر فيه خطر، فلا يسافر الإنسان وحده، لأن هذا من الإلقاء إلى التهلك. والراكبان شيطانان، لأنهم لو تنازع الاثنان واقتتلا وتضاربا ما أحد يخلصهم، ربما يقتل أحدهما الآخر أو يضره. والثلاثة ركب، الثلاثة وأكثر من ثلاثة هذا ركب، لو حصل بينهم شجارة واختلاف فيه من يخلصهم ومن يحول بينهم وبين الضرر، فهذا فيه استحباب أن يسافر الإنسان مع جماعة، ولا يسافر وحده، ولا يسافر مع واحد آخر فقط،